السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، سعيدة بوجودي معكم النهاردة. معكم مدام إيمان دبور ومسيو أحمد حنفي pour le programme scolaire troisième année secondaire deuxième langue الصف الثالث الثانوي اللغة الثانية club ado 3. نبدأ مع بعض النهاردة. النهاردة هنبدأ مع بعض unité 1، هنكمل في unité 1 le club des sports le club des sportifs. هناخد النهاردة مع بعض، هنبدأ في لسون 2. احنا ما فات أخذنا unité 1 لسون 1، النهاردة إن شاء الله هنستكمل الدروس بتاعتنا وهنبدأ في لسون 2. إيه الأوبجيكتيف بتاعتنا النهاردة؟ احنا عندنا أول حاجة parler de quelqu'un ou de quelque chose sans dire son nom. يعني إيه؟ إن احنا بنقول إن احنا عندنا الأهداف بتاعت الدرس بتاعت النهاردة إيه هي؟ أول حاجة parler de quelqu'un ou de quelque chose sans dire son nom، اللي هو نتحدث عن شخص ما أو شيء ما بدون ذكر اسمه. تاني objectif النهاردة معانا هو exprimer la possession هو التعبير عن الملكية. طيب نشوف مع بعض activité 1 les adjectifs possessifs. هنبدأ النهاردة ب les adjectifs possessifs. طيب نشوف مع بعض كده، احنا عندنا في الكتاب بتاع المدرسة on prend nos raquettes، عندنا الصورة دي موجودة في unité في leçon 2. on prend nos raquettes، ونخلي بالنا من nos raquettes، وعندي بيقول oui et n'oubliez pas vos baskets. nos raquettes، وعندي في الريبونس بتاعتها vos baskets. طيب نشوف مع بعض كده، عندنا بعض الاكزامبل، هنشوف بعض الامثله عشان نشوف ايه الابجكتيف بوتسيف. هنلاحظ هنا في اول اكزامبل عندي je vais au stade avec mon frère، هنلاقي ان احنا عندي هنا في mon frère. طب mon دي جت تحت على حسب ايه؟ نشوف اكزامبل تاني je joue au football avec mes copains، هو لقينا ان هنا ان في je معاها me، وبرضه في الاكزامبل اللي قبليه كان جو بس معاها مو، وهنا بيقول جو جو افيك مي بال، السوجي بتاعي جو جو والادجكتيف بوسيسيف بتاعي مي. طيب وعندي كمان نوز ايمون نو بارون، وعندي جو بران ما سيرفيت. يبقى انا عندي هنا في الاكزامبلات اللي عندي في الباج دي عندي جو جه معاها مره مو، يبقى الادجكتيف بوسيسيف عندي بيتحدد اولا حسب السوجي دي حاجة، وبرضو بيتغير شكل الأدجكتيف possessive حسب الكلمة اللي بتيجي بعديه. لو الكلمة بتاعتي masculine singulier اللي هو مذكر المفرد بيبقى مو، لو السوجي بتاعي جو والكلمة اللي عندي هي feminine singulier بيبقى مع زي je prends ma serviette. لو السوجي بتاعي جو والكلمة اللي أنا بتكلم عنها هي pluriel سواء masculine أو feminine بيبقى الأدجكتيف possessive بتاعي مي. يبقى Je vais au stade avec mon frère. Je joue au football avec mes copains. Je prends ma serviette. طب لما يكون السوجيت بتاعي نو، احنا لقينا هنا نو زيمو نو بارون، لان نو الادجكتيف بوسيف اللي بتيجي معاه هي نوتر ونو. طب نكمل هنا لي جوار ريسبكت لور انترينر. طيب لي جوار دي إلى افيك اس، السوجيت بتاعي لما بيكون إلى افيك اس انا عندي الادجكتيف بوسيف بتاعتي هي لور يلر افيك اس. بما ان كلمة انترينور سنجولي مفرد فبالتالي هختار اللور اللي من غير اس. نشوف اكزامبل كمان سو بالون اي اتوا، سو بالون اي اتوا، الكرة دي بتاعتك انت اتوا، في حرف الجر الا، حرف الجر الا في الحالة دي انا بسيب الادجكتيف بوسيسيف بسيبه البرونوم تونيك بسيبها توا، اجابتي بتبقى مو، وي سي مو بالون. مو اللي هي ليه حطيت مو؟ لان انا بتكلم على البالون ده بتاعي انا، واتفقنا قبل كده ان السوجي بتاعي لما يكون جو يبقى adjective possessive اللي متاحه معايا هي مو مع ومي. وبما ان كلمه بالون هي masculine singulier يبقى اختار لها مو. طيب سي بال sont à vous، سي بال sont à vous، انا موجه هنا كلامي لمين؟ موجه السؤال لمين؟ لفو. يبقى بالتالي لما يكون الاجابه الجواب هيبقى مين المفروض بيجاوب؟ هيبقى نو. طب نشوف مع بعض كده وي سو سون نو بال، اتفقنا ان الادجكتيف بوسيف اللي بيجي مع نو السوجي بتاعي لما بيكون نو بيبقى الادجكتيف بوسيف بتاعتي يا اما نوتر يا اما نو، نوتر نوتر نو.
بما ان كلمه بال بلوريال انا بستخدم نو وي سو سون نو بال. طيب نخلي بالنا بقى هنا بيقول لي not bien. not bien not bien يعني خلي بالك ما وتا وسا اللي هما الادجكتيف بوسيسيف اللي بيجوا للفيمينا لما بيكون السوجي بتاعي جو او تو او اي لما يكون الكلمه اللي بعدهم فيمينا. طيب لو لما الكلمه اللي بعدها فيمينا وبتبدا بفويال واش موي ايه اللي بيحصل؟ الما والتا والسا دول بيتحولوا لمو والتون والصون. طيب نشوف ازاي بيحصل الكلام ده. اكزامبل ما اكيب جو بيان. طب هو هنا حاطط لي ان ما عشان كلمة اكيب فيمينا. طيب هي كلمة مع تمشي مع اكيب، خلي بالي ان كلمة اكيب بدأ بفويل. طب ايه اللي هيحصل؟ لا ما ينفعش احط مع. طب ايه اللي هيحصل؟ طب احط ايه الحل؟ هيتحول عندي مع اكيب، الما هتتحول هتبقى مون اكيب جو بيان. يبقى تحولت الما بالرغم من كلمة اكيب هي فيمينا المفروض ان هي تاخد ما، ولكن عشان كلمة اكيب بدأ بفويل فبالتالي الما اتحولت لمو. اكزامبل تاني للما او تا او سا تي او بي اتا انترنيز. طب انترنيز هنا هو بتبدا بفويل، لو احنا بصينا لها هتلاقي ان تا مش مستساغه. طيب نبدلها تمام ونحط بدالها اللي هو ايوه تي او بي اتون انترنيز، يبقى كده النطق استقام وبقت تمام التمام بالنسبة لنطقها. نشوف اكزامبل تاني. الاكزامبل اللي بعده عندي هنا سا ايدي اي اكسلونت. كلمة ايدي هي معناها فكرة وكلمة ايدي هي فيمينا، وأتأكد كمان من ازاي من الموضوع ده ان هي كلمة ايدي فيمينا ولا ماسكولين. انا عندي ادجكتيف اخره او اكسلونت، معنى كده معنى الادجكتيف اخره او يبقى معنى كده ان هو مؤنث، يبقى كلمة ايدي هي مؤنثة. طيب احنا حطينا سا ايدي اكسلونت، المفروض ان هي تاخد سا لان هي فيمينا، ولكن عشان كلمة ايدي بدأ بفويل ايه اللي حصل؟ ما ينفعش نحط الصا عشان اتنين فويل مع بعض ما ينفعش يتقابلوا. يبقى في الحالة دي الصا هتتحول لإيه زي ما احنا اتفقنا في القاعدة اللي قبلها؟ يبقى الصا هتبقى صوني دي اكسلون، يبقى اتحولت الصا للصون. exerce toi c'est votre entraîneuse oui c'est point entraîneuse. طب الفوتر هنا لما تيجي نجاوب عليها هندور على ايه؟ ايوه لور لا صا لا طا يبقى هنا النطق تتحول للنطق، الفوت تتحول لنطق زي ما انتم هنشوف تمام. يبقى وي سي نوتر انترناز. numéro 2 je n'ai pas adresse je n'ai pas adresse. لما نيجي نفكر في الجمله دي انا عندي كلمه ادريس هي فيمينا، ولكن اخلي بالي ان ادريس بدأ بفويل، يبقى السوجي بتاعي جو اختياراتي ما بين المو والما والمي، ولكن المفروض ان كلمه ادريس فيمينا. طب ايه هي الادجكتيف بوزيتيف اللي عندي هنا فيمينا؟ انا عندي التا والما. طيب الما والتا، انا كلمه ادريس خلي بالكم ان هي بادئه بفويل، بادئه بفويل، يبقى ما ينفعش الما والتا. اتفقنا ان لما يكون الكلمه عندي المفروض ان هي بتاخد ما او تا او سا وتكون بادئه بفويل، اروح لفين؟ يبقى هختار ما بين المو والتون والسون. طب ايه اللي عندي هنا مناسبه ليها؟ برافو عليك، يبقى انا عندي التون، يبقى جو ني با تون ادريس، جو ني با تون ادريس. نيميرو 3 جو برون بوان سيرفييت. الفاعل هنا جو وعندي كلمة سيرفييت فيمينا، يبقى المفروض هدور على ما تون لا مو لا ط تي تي هنا هو الجمع مش هتنفع. طب ايه اللي تنفع هنا؟ هو الوحيده اللي مؤنث اللي هي ط، فهناخد اللي هو الادجكتيف بوسيف ط. numéro 4 tes baskets sont à vous tes baskets sont à vous oui ce sont baskets. نشوف الاوبشن الاختيارات اللي عندي. انا عندي نوت وات نو وفو. طيب هرجع تاني للسؤال، سي باسكيت سون افو،
لما يكون السؤال بفو يبقى الإجابة هتبقى بإيه؟ يبقى زي ما احنا متفقين هي بالنو. طيب باسكت هتاخد، أنا عندي هنا في الاختيارات بتاعتي اللي تمشي مع النو هي النطخ والنو بس، التانية فاطخو وهو دي مع الهو دي ما تنفعش، يبقى أنا محتاجة اللي مع النو. اللي مع النو عندي نطخ وعندي نو. طيب أختار نطخ ولا نو؟ أرجع أبص على كلمة باسكت، كلمة باسكت هي سانجوليير ولا بلوريال؟ هل هي مفرد أم جمع؟ باسكت آخرها اس، يبقى أنا عندي محتاجة الأدجكتيف بوسيسيف اللي بيدل على البلوريال. يبقى إيه الأدجكتيف بوسيسيف اللي عندي اللي يمشي مع النو وبلوريال؟ برافو عليكم، هي سو سون نو باسكت، سو سون نو باسكت. نيميرو 5، les enfants aiment وكلمة parents. طب هنشوف الاختيارات الأول مع بعض. أول حاجة هنشوف هنا السوجي، السوجي هنا les enfants بتساوي إلى فيك أس، الإلى فيك أس لازم يجي معاها اللي هو إيه؟ يا إما أنا عندي هنا الاختيارات notre و votre و leur و leur avec أس. الإلى فيك أس بيجي معاها leur و leur avec أس، وكلمة parents هنا هو فيها أس يبقى هتجه على طول لكلمة leur avec us، يبقى هنا les enfants aiment leurs parents. numéro 6 ce maillot est à toi، ce maillot est à toi، oui c'est maillot. طيب انا عندي السؤال بتاعي à toi، à toi اللي هي tu. طيب tu في السؤال بتبقى ايه في الريبونس؟ بيبقى عندي je. طيب يبقى انا محتاجه adjective possessif يمشي مع je. طب ايه في الاختيارات اللي عندي يمشي مع جو؟ انا عندي مو وعندي ما. طيب ده يتحدد حسب ايه؟ احنا متفقين مع بعض ان الما للفيمينا والمو للماسكولان. طيب كلمه مايو هل هي ماسكولان ولا فيمينا؟ نفتكر مع بعض، كلمه مايو هي ماسكولان، يبقى هقول وي سي مو مايو، وي سي مو مايو. علي اي موا فيرجول اون ام جران بارون. علي اموا والفيرجول والاون اوهم بتساوي هنا هو في المعنى انه. طب هنشوف الاول اللي هو الاختيارات اللي عندنا في نو في سون في فوتر في لور. طيب بما ان الاون بتساوي انه يبقى هتجه على وعندي كلمه جران بارو جمع يبقى تمام هتجه على كلمه نو جران بارو، اونيم نو جران بارو. نمرة 8 point équipe joue bien au foot، équipe joue bien au foot. طيب هنبص ان احنا بعد النقط عندي الكلمه فيمينان وسنجولي، فيمينان وسنجولي. طيب وخلي بالي انها ايه؟ دي بادئه بفويل، كلمه équipe بادئه بفويل نخلي بالنا. طيب مبدئيا كده ما دام قلنا انها بتبدا بفويل يبقى ما ينفعش لا ما ولا تا ولا سا، احنا متفقين ان الكلمه لما يكون بتبدا بفويل ومفرد سانجوليه يبقى لو جاي قبلها الما والتا والسا بيتحولوا لمو والتونسون، لان ما ينفعش ان انا استخدم ما والتا والسا يجي بعديهم كلمه بتبدا بفويل. يبقى ايه الاختيار الوحيد اللي مو قدامي؟ هو نوتر، يبقى نوتر اكيب جو بيان او فوت. نيميرو 9 سبور بريفيري اي لو تنس. كلمة سبور هنا هو لو نلاحظ جاي بعديها ادجكتيف مفرد مذكر. طيب هنشوف هنا الطا، لا دي مفرد مؤنث، التو مفرد مذكر، الما مفرد مؤنث، المي جمع، يبقى على طول هتجه على كلمة تون سبور بريفيري اي لو تنس لان هي الوحيدة اللي هي مفرد مذكر. نبدأ مع بعض اكتيفيتي 2. اكتيفيتي 2 احنا هنتكلم عن لي برونون بيرسونيل، لي برونون بيرسونيل اللي هي ضمائر المفعول به. نبدأ بأول اكزامبل، tu envoies un message à ton copain، tu envoies un message à ton copain. à ton copain انا عندي هو ده المفعول به بتاعي، المفعول به في قبليه حرف جر الأ. tu envoies، ايه اللي هيحصل بقى à ton copain دون لما اجي اجاوب على السؤال ده مع عدم تكرار كلمه à ton copain؟ طيب اشيلها واحط مكانها ايه؟ ده انا لقيت ان انا حطيت مكانها lui، يبقى oui je lui envoie un message. طب lui دي يبقى في الحاله دي lui بتعوض عن ايه؟ بتعوض عن الكومبليمون دوبجي. وبص كده الكومبليمون دوبجي اللي عندي مفعول به اللي عندي نوعه ايه؟
في شروط يجب توفرها في المفعول به دوان. ايه هي الشروط دي؟ اول حاجه ان الكومبليمنت اوبجي اللي عندي هو عاقل بيرسون، يبقى ده اول شرط. في قبليه حرف جر الا. تاني شرط ان هو عاقل. ثالث شرط ان هو سانجوليي، ان هو مفرد. يبقى المفعول به بتاعي سي او اي بتاعي اللي هو كومبليمنت اوبجي انديريكت، في قبليه حرف جر الا، عاقل، مفرد، يبقى في الحالة دي هعوض عنه بالوي. طب لوي بقى مكانها هيتحط فين؟ أنا شلت أتون كوبان على بعضها وحطيت مكانها لوي. ألاحظ مكان الوي فين؟ دي قبل الفعل. يبقى أنا جالي شلت أتون كوبان عوضت عنه بالوي، جاوبت على السؤال اللي موجود عندي مع مراعاة التغييرات اللازمة، وفي نفس الوقت حطيت الوي فين؟ دي مكانها ما بقاش بعد الفيرب، لا دي مكانها قبل الفيرب. نشوف اكزامبل تاني. تو تليفون انادين، تو تليفون انادين. احنا شرحنا في الاكزامبل اللي فات هنعمل ايه، انتوا بقى المره دي تقولوا لنا بقى الاجابه. يبقى تو تليفون انادين، انادين هي نفس زيها زي اتون كوبان، هي عاقل مفرد في قبليه حرف جر الار. يبقى هشيل انادين واعوض عنها بايه؟ اعوض عنها بالوي. الوي هتحط فين؟ هتحط قبل الفيرب. يبقى اجابتي هتبقى وي جو لوي تليفون. يبقى انا جاوبت على السؤال، حطيت غيرت عملت التغييرات اللازمه من السوجي للفيرب، شلت انادين اللي هو المفعول به اللي عندي اللي هو بيتوفر فيه الشروط اللي بتحط مكانها لوي. ايه هي الشروط دي تاني؟ ان هو يكون في قبليه حرف جر ا، ان هو يكون عاقل مفرد، وعوض عنه بالوي. فو اوبيسي افو بارو. احنا في من شويه عرفنا ان لما يكون في حرف الجر وعاقل بني ادم مفرد بنعوض عنه بي اللي هو البرونو بيرسونال لوي. طب لما يبقى جمع هنعوض عنه بايه؟ هنشوف مع بعض. ايوه جو وي جو لور اوبي. يبقى هنا لما يكون في عاقل مسبوق بحرف الجر بنعوض عنه، بنشيل حرف الجر وبنشيل اللي هو الكومبليمون اوبجي انديريكت، ونحط بداله لور لما يكون جمع زي ما خدنا من شويه ان هو لما يكون مفرد بيبقى لوي. طيب نشوف اكزامبل تاني. تو كري ا تيزامي، ا تيزامي. ايوه في جمع وفيها حرف الجر وعاقل، يبقى ايوه وي جو لور اكري، جو لور اكري. طيب هنا بقى tu lances le ballon. طيب complément d'objet بتاعي le ballon. طيب le ballon دي عبارة عن COD complément d'objet direct. طيب complément d'objet direct عوض عنه بإيه؟ اختياراتي ما بين le ولا والالابوستروف واللي. le la الابوستروف واللي. طيب le للماسكولان، la للفيمينان، واللي للبلوريال. وزي ما اتفقنا مع بعض ان مكان البرونوم بيرسونيل بيجي على طول قبل الفيرب مكانها ثابت. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما احب اشيل اجاوب على السؤال ده مع حذف كلمه لو بالون؟ يبقى انا هقول تو لانس لو بالون، هتبقى وي جو لو لانس. يبقى احنا اتفقنا ان انا البرونوم بيرسونيل بتاعي مكانه على طول قبل الفيرب. طيب البرونوم بيرسونيل بتاعي هنا ليه اتحط لو؟ اجي ابص كده لو بالون مفيش حرف جر قبليه، يبقى أنا عندي اختياراتي إيه هي؟ لو ولا ولي. اختياراتي ما بين البرونون بيرسونيل سي أو دي كومبليمون دوبجي ديريكت هي لو ولا ولي. بما إن كلمة لو بالون هي ماسكولان سانجولي مذكر مفرد، يبقى هعوض عنها باللو، ومكان اللو يكون على طول البرونون بيرسونيل قبل الفيرب. طيب نشوف إكزامبل تاني. Tu fais ces exercices. Tu fais ces exercices. طيب اشيل في الاكزرسيس اخلي بالي ما فيش حرف جر الا، يبقى انا اختياراتي هي لو ولا واللي. تيز اكزرسيس بلوريال، يبقى انا اختياري هي اللي، يبقى وي جو لي في. يبقى انا عوضت عن تيز اكزرسيس بلي وحطيتها قبل الفعل. اكزامبل تاني. تو فوا شارلوت. ايوه هنا طبعا ما فيش زي ما احنا عارفين او زي ما احنا شفنا في السلايد اللي فاتت اللي هو
حفظة، وطبعا شارلوت اللي هو عاقل أو معرف اللي هو اسم معرفة، طبعا ده مؤنث هنشوفها هتبقى عاملة ازاي. أيوه وي جو لا فوا، يبقى شارلوت عوضنا عنها بالله لأن هي كانت اللي هو مفرد مؤنث وعاقل ومفيش حرف جر. نشوف اكزامبل تاني، تيم لو شوكولا، لو انا شلت كلمة لو شوكولا المفروض هتبقى لو. طيب هنشوف الإجابة هتبقى عاملة ازاي. ده انا عندي هنا تحولت اللو ديت لإل أبوستروف، ليه؟ لأن جاي بعديها حرف فويال، يبقى ده معناه ان لو عندي لو او لا وبيجي بعديها حرف فويال بتتحول لإل أبوستروف. وي جو لم. اكزرس توا نشوف شوية نعمل الاكزرسيس مع بعض. Première phrase, choisissez la bonne réponse. Choisissez la bonne réponse, نختار الإجابة الصحيحة. Tu aimes tes parents? Oui, je aime. طب إيه الشوا اللي عندي؟ عندي lui, leur, les, l'apostrophe. Lui, leur, les, l'apostrophe. طب الكومبليمون دوبجي بتاعي اللي اتشال هو ايه من الاجابه؟ ايه الكومبليمون، ايه المفعول به بتاعي اللي اتحذف من الاجابه وحوضت عنه الضمير؟ يبقى انا عندي اللي هي تي بارون. طيب تي بارون دي في السؤال هتبقى مي بارون في الاجابه. طيب في حرف جر قبلها؟ لا مفيش، يبقى مبدئيا الوي واللور خرجوا من الموضوع عندي لانه دول لازم يكون في برونوم بيرسونيل، لازم يكون بيستخدمه لما يكون الكومبليمون دوبجي بتاعي فيه قبليه حرف جر الأ. أنا ما عنديش حرف جر الأ، يبقى اختياراتي ما بين سي اللي هي لي والأبوسترو. طيب تي بارون هعوض عنها بلو أو لا أو لي، هي تي بارون بلوريال يبقى برافو عليكم تبقى وي جو ليزام، يبقى هي لي لأن كلمة تي بارون بلوريال. طيب نيميرو دو، vous faites ces exercices، vous faites ces exercices، oui nous faisons. الكومبليمنت دوبجيك تاعي اللي تشال ايه هو؟ دي زيكزرسيس. طب لو حطيت دي زيكزرسيس بعد الفيرب في الاجابه، وي نو فيزون، هحط سي زيكزرسيس ولا محتاجه حرف جر الا؟ لا مش محتاجين حرف جر الا، يبقى برضو انا عندي الوي واللور برضو مش من اختياراتي، مش هينفع انا اختارهم. فاضل عندي ايه؟ اللي واللا. اتفقنا مع بعض ان لا الفيمينا واللي البلوريال، بما ان سيكزيرسيس بلوريال يبقى اجابتي لي لان هي دي اللي بتمشي برونون بيرسونيل بلوريال، يبقى فو فات سيكزيرسيس وي نو لي فوزون. نيميرو 3 tu nous attends؟ oui je attends. هنشوف اللي هو الاجابات اللي عندنا. عندي نو، انه هل هي تبقى نو في الاجابه؟ لا. طب تي ابوستروف، انه هنا هو جمع والتي ابوستروف دي ابوستروف اللي هي مفرد. طب والفو هنشوف دلوقتي، ولا ام ابوستروف؟ طيب لا الفو، لان هي النو بتتحول للفو في الاجابه لما بقول له تي نو زاتون وي جو فو زاتون. فو زوفري دي كادو ا فو مير، وي نو اوفرون دي كادو. وانا شلت ايه؟ انا شلت هنا من الاجابه ا فو مير. طب عايزين نشوف الاجابات، معنى ان انا لقيت هنا هو حرف الجر ا وعندي الاختيارات لي ولور ولا والوي، طبعا انا هستبعد هنا هو اللا وهستبعد اللي لان ديك طبعا في حرف جر. طيب هيفضل لي الوي وهيفضل لي لور. طب كلمة فومير هنا هو جمع ولا مفرد؟ لا جمع، يبقى هناخد اللي هو اللور، يبقى هتبقى وي نو لور اوفرون دي كادو. نيميرو 5 tu téléphones à ton père؟ tu téléphones à ton père؟ oui je téléphone. ده انا خلي بالي انا عندي à ton père في حرف جر، والمفعول به بتاعي الكومبليمنت دوبجي بتاعي عاقل، يبقى اختياراتي ما بين نبص كده على الاختيارات عندي لو لوي لور ام ابوستروف، لو لوي لور ام ابوستروف. طيب اتفقنا بما ان الكومبليمنت دوبجي بتاعي هو عاقل وفي قبليه حرف جر الا، يبقى اختياراتي ما بين لوي واللور،
طيب اختار لوي امتى واختار لور امتى؟ اختار لوي لما يكون المفعول به اللي انا بتكلم عنه دون سانجولي مفرد، واختار لور لو كان المفعول به اللي انا بتكلم عليه هو عاقل جمع. طيب انا هنا عندي اتون بير، هل هو عاقل مفرد ام عاقل جمع؟ لا، اتون بير هو عاقل مفرد، يبقى اختياري هيبقى وي جو لوي تليفون. وي جو لوي تليفون. نمرو 6، tu offres un cadeau à ta mère. Tu offres un cadeau à ta mère. Oui, je offre un cadeau. Oui, je offre un cadeau. طب اختياراتي ايه؟ عندي لي ولور ولا ولوي. يبقى انا المفروض ان à ta mère هي complément d'objet indirect في قبل حرف جر الأ، وهو عاقل وهو singulier مفرد، يبقى اختياري هيبقى لوي. يبقى oui, je lui offre un cadeau. Numéro 7. Tu aimes la natation. Oui, je aime. أول حاجة مفيش هنا حرف جر. في هنا بيقول لك la natation على طول. ما دام مفيش حرف جر يبقى أستبعد لوي وأستبعد اللور. طيب كلمة la natation مفرد مؤنث، يبقى المفروض أحطها لا. طيب ده أنا عندي هنا لو وعندي ال أبوستروف. ده أنا عندي هنا إم. يبقى ده معناه ان لا تتحول لال ابوستروف، يبقى الحل بتاعي اللي هتجه ليه اللي هو ال ابوستروف، يبقى وي جو لم. نيميرو 8، vous envoyez des messages à vos élèves. Oui, je envoie des messages. احنا اللي شلناه هنا هو كلمة à vos élèves. اول حاجة الكلمة دي جمع، ثانيا في قبلها حرف جر، يعني ده معناه ان هي كومبليمو دوبجي انديريكت، معنى ان هي كومبليمو دوبجي انديريكت، يبقى استبعد لي واستبعد الله. طيب انا عندي هنا هو دي جمع ولا مفرد؟ لا جمع، يبقى على طول هاخد لور، يبقى وي جو لور انفوا دي ميساج. كان معكم مدام ايمان دبور، مسيو احمد حنفي، تعليم الالكتروني، منصة البث المباشر للصف الثالث الثانوي، كلوب ادو 3. على لقاء اخر ان شاء الله المرة القادمة.